400 يورو لنصف الأسر في النمسا العليا لدعم تكاليف الطاقة. انخفاض معدل البطالة في النمسا للمرة 25 على التوالي. النمسا تقدم 6 ملايين يورو لدعم المناطق المتضررة من زلزال تركيا. تراجع النقل عبر نهر الدانوب بسبب الحرب والجفاف. جريمة مروعة تؤدي لمقتل الأم وإصابة الأب على يد ابنهما الذي حاول الانتحار. استمرار الطقس البارد وتحذير من تساقط الثلوج وصولا لنهاية الأسبوع. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت حكومة النمسا العليا عن مكافأة جديدة بقيمة 75.5 مليون يورو لتغطية تكاليف السكن والطاقة. وقالت إنه سيستفيد حوالي 300 ألف أسرة في الولاية، وستحصل حوالي 45% من هذه الأسر على ما يصل إلى 400 يورو. وقد تم الآن بدء الحملة الإعلامية لإعلام السكان بالإجراءات المتبعة، حيث يمكن للمتضررين الحصول على المكافأة من خلال ملء استمارة الطلب على موقع حكومة النمسا العليا، وسيتم الدفع في نهاية إبريل. تراجع عدد العاطلين عن العمل في النمسا خلال شهر مارس بشكل مفاجئ، حيث بلغ عددهم أو الذين يتلقون تدريبا إلى 334 ألف شخص. وكان هذا بانخفاض بمقدار 2000 شخص أو 0.6% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ معدل البطالة في النمسا 6.2% بانخفاض بمقدار 0.2 نقطة عن شهر مارس العام الماضي، فيما يتوقع الخبراء استقرارا على مستوى سوق العمل للعام الحالي. ومع ذلك فإن بعض الولايات الاتحادية والشباب خاصة يشهدون زيادة في عدد العاطلين عن العمل. أعلنت النمسا عن دعمها لصندوق المساعدات الطارئة التابع لبرنامج الغذاء العالمي بمبلغ 6 مليون يورو لمساعدة تركيا في منطقة الزلزال. وقال وزير الزراعة نوبرت تشوتشينغ إن أكثر من 9 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال المدمر، ويتم توفير وجبات ساخنة لحوالي 900 ألف شخص يوميا، وتزود حوالي 100 ألف شخص بطرود غذائية. كما تدعم النمسا تركيا في إعادة بناء المزارع وإصلاحها، وتعزز التعاون في مجالات الزراعة والغابات وإدارة المياه. سجل نهر الدانوب في النمسا أدنى مستوى له لنقل البضائع في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا والجفاف الذي أثر على المنطقة. ووفقا لمكتب الإحصاءات النمساوي، تم نقل 6.4 مليون طن من البضائع بالسفن عبر النهر العام الماضي، بانخفاض يصل إلى الربع تقريبا مقارنة بعام 2021. وتضررت حصة أوكرانيا بشكل كبير بسبب الحرب، في حين كانت الغالبية العظمى من البضائع منتجات زراعية. وانخفض حجم الحركة منذ اندلاع الحرب في مارس، وكان شهر أغسطس هو الأكثر تراجعا بسبب الجفاف. طعن شاب أمه البالغة من العمر 60 عاما بسكين وإصابة والده بجروح خطيرة في ستاسهوف آن دير نودربان في النمسا السفلى. واتصلت المرأة بالشرطة بنفسها حوالي الساعة 5 صباحا، ومع ذلك لم تنجح خدمات الطوارئ في إنقاذ حياتها. المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما تسبب أيضا في إصابة والده البالغ من العمر 70 عاما بجروح خطيرة، ثم حاول الانتحار بالقفز من سطح المنزل لكنه نجا. وقد تم نقل الأب والابن للمستشفى وكلاهما في حالة حرجة، والتحقيق مستمر لمعرفة الدافع
وراء الجريمة. وفيما يخص الطقس، توقعت هيئة الإرصاد الجوية في النمسا أن تصل درجة الحرارة هذا الأسبوع إلى أقل من 11 درجة مع احتمال تساقط الثلوج يوم الخميس في فيينا. وفقا للتوقعات الجوية في النمسا، من المتوقع أن يكون الطقس باردا وغير مستقر خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في عموم النمسا خاصة يومي الخميس والجمعة، مع توقعات بتساقط الثلوج بشكل متفاوت حسب الارتفاعات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا أن تشاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا سام زهير، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.